بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. هذه القصة التي نبدأها اليوم بعنوان هيلانا ولويس، قصة عجيبة تحدث أحداثها وتخاط علاقاتها في نسيج عجيب في أثناء حصار عكا. وقبل أن أدخل في هذه القصة، أريد أن نعرف وضع المسلمين والنصارى في تلك الفترة. باختصار، النصارى أرادوا أن يثأروا لقضية حطين وسقوط بيت المقدس، فقرروا أن يرسلوا جيوشهم، وفعلا جاءت الجيوش من 7 دول أوروبية، وجاء الملوك بعضهم بالبحر وبعضهم بالبر، يريدون الانتقام من حطين، وبدأوا بعكا، يريدوا السيطرة على هذا الميناء، فصمد أهل عكا وأرسلوا إلى صلاح الدين الأيوبي يطلبون المساندة، وجاءت القوات النصرانية من البر ومن البحر فحاصرت عكا من كل الجهات، وبلغت القوات النصرانية الصليبية التي حاصرت عكا 250,000 مقاتل، عدد هائل، بينما صلاح الدين الأيوبي جيش الذي فتح به القدس كان 12,000 مقاتل فقط. فلما سمع صلاح الدين بهذا الخطر الداهم الذي يتهدد أهم ميناء للمسلمين ويتهدد جزء من الأمة الإسلامية المسلمين في عكا، ترك ما هو فيه وانطلق لفك الحصار عن عكا. واستمرت المعركة أياما وأياما، وفي إحدى هذه الليالي تحدث أحداث قصتنا هيلانا ولويس. كانت ليلة هادئة، كل شيء فيها ساكن، كما يقولون سكون الموت، وكما يصفها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس في وصفه العجيب لهذه القصة، يقول: كل شيء كان مظلما، ظلمة القبر غطى الليل فروعه السود على أرض المعركة، وأخفى ساحة المعركة المفروشة بالجثث والمصبوغة بالدم في تلك الليلة السوداء المظلمة التي لا يكاد الإنسان يرى فيها شيئا. كان السكون قد خيم في كل أجزاء هذه المعركة. في عكا عم الهدوء، وفي جيش النصارى عم الهدوء، وفي جيش صلاح الدين عم الهدوء، كأن الكل هكذا بلا مراسلات اتفقوا على الاستراحة قليلا من هذه الحرب المطنية، ونام الناس وارتاحوا، إلا من حراس، وإلا من خيام قليلة، من بينها خيمة في معسكر النصارى، في طرف المعسكر بعيدة عن الجيش المسلم وبعيدة عن عكا، خيمة من بين خيام النساء بعيدة عن أرض المعركة، ينبعث منها ضوء خافت ويسمع من داخله همس ضعيف. امرأة تتكلم بلسان النساء وتحدث صاحبتها فتقول: ماذا يشجيك الليلة يا هيلانة؟ ما الذي جدد أحزانك يا هيلانة؟ لماذا تحركت آلامك يا هيلانة؟ هذه المعركة التي هي بؤس وشقاء معركة حق، نحن جئنا نخوضها ونصلى نارها دفاعا عن المسيح وقبر المسيح. فأطرقت هيلانة وأنزلت رأسها تبكي، قالت: ما لك يا هيلانة؟ أهو الحزن على زوجك لويس؟ لا تحزني يا هيلانة، قد كان مقدرا علي هذا المصير، هو جاء وأنت جئت معه لأجل المسيح، هو جاء مطمئنا راضيا. فاصبري يا هيلانة، الخبر الذي جاءك أنه مات وقتل في المعركة، تذكري أنه لم يمت ميتة عادية، هو مات في سبيل النصرانية، في سبيل المسيح، في سبيل الصليب، فتذكري أنه الآن في السماء، ولا تتركي لليأس يسيطر عليك، أنت تحتاجين في هذه الساعة إلى الصبر وإلى الجلد. وسكتت صاحبة هيلانة، وعاد السكون وهيلانة في حزنها. ومضت فترة طويلة لم تخرج من الاثنتين أي كلمة، وكان القمر في تلك الليلة هلالا كأنه ميت في نوره، ليس له إلا نور هزيل جدا، يطلع على هذا المظهر والمشهد الموحش المرعب ويزيد الجو حزنا. فلم تستطع هيلانة أن تصبر، فخرجت من خيمتها تجري إلى خارج الخيمة، وجلست على مقربة من الخيمة تتأمل وتتفكر
وتركتها صاحبتها. أحيانا الإنسان يحتاج إلى فترة تأمل وفترة نظر وفترة خلوة، فتركتها. هيلانا كانت في 30 من عمرها، لكنها كانت في منتهى الجمال وهي في عز شبابها، ما زالت فاتنة الطلعة بارعة الجمال، وكانت تنظر إلى هذه الخيام التي انتشرت حولها في جيش النصارى على السفوح والصخور، ثم تمد البصر إلى جيش المسلمين أعداء النصرانية والصليبية، وقد احتل المواقع في القلعات العالية جيشان للمسلمين، جيش في عكة يحمي أسوارها، وجيش آخر في خيام صلاح الدين يحاول فك الحصار. وأخذت تفكر في هذه المعركة، وتفكر في الحياة التي بدأت تحياها بعد فقد زوجها. تلأت نفسها حسرة، كانت حياتها في أوروبا حياة وادعة هادئة، كانت في قريتها الصغيرة التي في جبال الألب الجميلة الرائعة، تعرف جمال الدنيا وزهورها ويعني روعة مناظرها، فهي قد جاءت من هذا العالم الصغير، عالم الألب، من الغابات الفاتنة، غابات الصنوبر، من السفح الجميل، من السور الصخري المرتب الذي يحيط بقريتها، من الشوارع والحواري الضيقة الهادئة التي تحيطها الزهور من كل مكان. ما كانت في يوم من الأيام تفكر في غير ذلك العالم وفي غير قريتها. ما الذي جاء بها إلى هذا المكان وجاء معها زوجها وألقاهم في هذه المأساة؟ وتذكرت كيف كتب عليها أن تفقد زوجها الحبيب وأن تعيش في وسط حرب، وسط الذعر والموت، وزاد حنينها إلى ماضيها الهانئ. بدأت صور القرية التي كانت تعيشها تشاهد الفتيان والفتيات يذهبون في كل صباح وفي كل مساء إلى عين الماء فيرتوون منه، من مائه العذب، من أجمل المياه يرتوون منه، يعني والجو جو حب وسلام وأمان ولطف، روعة الطبيعة. وتذكرت كيف التقت بفتاها الحبيب في مثل هذه الجولات التي كانوا يذهبون فيها إلى الماء، وكيف تحول هذا الحب إلى زواج سعيد. تزوجت هيلانا بلويس الحبيب وعاشت معه معيشة عظيمة وهانئة، كان لها كل شيء، كان لها الأب والأم والأخ والصديق والحبيب. تذكرت كيف كانت تذهب معه في كل صباح إلى الكنيسة، وكانوا من أهل التدين فيعبدون ربهم كما يعرفون بالطريقة التي يعرفون، ثم ترجع يدها في يد زوجها الحبيب فترجع إلى البيت، حياة حب وغرام وصلاة وهدوء وسلام، كانت قرية آمنة وادعة. إلى أن جاء يوم من الأيام عندما نزل بهم بلاء جر من ورائه هذه المصائب، تعكرت الحياة كلها الصافية كأنها بركة ساكنة سقط فيها صخرة من جبل فهزتها. في ذلك الصباح بينما كانت مستلقية في فراشها في هناءة أمنها، إذ بالصراخ صرخة تلتها صرخات، فقامت من مكانها وانطلقت، وإذ بأحد القساوسة قد جاء يصرخ ينادي هذه القرية، جاءهم من القرى الأخرى، يتحرك من قرية إلى قرية، صرخة تدوي بين الجبال يحملها صوت مبحوح يحمل في دمه الدم أحمر قانيا، وتوالت الصيحات الحمر. وإذ هذا القسيس مكشوف الرأس منفوش الشعر لبس المسوح الملابس القديمة وطفق يلقي عليهم باللاتينية وبالفرنسية، يبكي وينتف لحيته منذرا بفناء النصرانية وضياع الدين، ولا بد من إنقاذ قبر المسيح من يد الكفرة المسلمين، دعوة نادى بها القساوسة للحروب الصليبية. وصدقت هيلانا وصدق زوجها لويس ما قالوه لهما، هؤلاء الذين أخذوا القدس، هؤلاء المسلمين أكلت لحوم بشر، ذئاب إنسانية، هتكوا الأعراض وسرقوا الأموال ودنسوا قبر المسيح ورموا عليه القاذورات، ولم يحدث شيء من ذلك، بل كان فتحا حضاريا لم يؤذ فيه إلا من قاتل، ولم تمس فيه مقدسة من المقدسات، ولم تغير كنيسة. هذه الكنائس اليوم في فلسطين تشهد لنا بذلك، قرونا كانت بأيدينا لم نمسها،
لكن هكذا صورت الصورة للناس في أوروبا حتى يتحركوا. فنهضت هيلانا وراء زوجها لويس يدفعهما الإيمان. كيف يعبث العابثون بمقدسات النصارى؟ تحرك الناس جميعا وراء هذا الراهب، وتحركت هيلانا ولويس وقد أخذت معها طفلها الصغير، طفل صغير قريب من السنتين، وسارت الجموع ومعهما هيلانا ولويس لإنقاذ بيت المقدس. هكذا جاءت إلى عكا. بينما هي في هذه الذكريات وإذ بصورة لويس أمام عينها، فأخذت تبكي زوجها الحبيب. سبحان الله، خاصة المرأة لما تكون شابة وتفقد زوجها، يعني ألمها شديد. وتحول البكاء إلى نشيد وارتفع صوتها بالبكاء، فأيقظ صوتها صاحبتها التي كانت معها وتركتها حتى تخلو بنفسها. فجاءت إليها: ما لك يا هيلين؟ يسمونها هيلين بالأوروبية، وبالعربية يسمونها هيلانا. ما لك هيلين؟ لماذا تبكين؟ لماذا لا تنامين يا هيلان؟ وهيلانا في شدة بكائها، فصاحبتها تحاول أن تخفف عنها، لكن كيف؟ ما بالك يا هيلانا؟ كلميني، لا تقتلي نفسك بالسكوت، قولي شيئا. لويس، كلمة خرجت من قلب هيلانا بزفرة من أعماق القلب، معها الدموع تجري وأخذت تبكي. فصاحبتها بدأت تقول لها: اصبري يا هيلانا، اصبري يا أختي، هو في السماء. إذا كان لويس الكبير قد مات، فعندك لويس الصغير، ابنك يا هيلانا موجود، عيشي معه، عيشي من أجله، اجعليه يعيش حياة سرور وحياة مرح. إذا فعلت ذلك لويس روحه ستسعد. خذي ابنك وضميه إليك واهدئي. فأخذت هيلانا ابنها، وكان قد بدأ يبكي، فأسكتته وضمته إلى صدرها، وأخذت تقبله في عنقه الدافئ، وبدأت تمرغ وجهها في صدره، وتضع خدها على خده وهي تهمس لويس. حبها لزوجها تجمع مع حبها لابنها، فانفجرت هذه العاطفة تصب جمالا وروحانية على هذا الطفل الصغير. وهدأت هيلانا قليلا واستلقت وأنامت طفلها قربها، وجاءت صاحبتها فأطفأت الأنوار لأجل أن تنام هيلانا التي لم ترى النوم منذ أن مات زوجها. ومرت من الليل ساعات. في هذه الأثناء، بينما هذه الأحداث تحدث في معسكر النصارى، كانت أحداث أخرى رهيبة تحدث في معسكر المسلمين. المعسكر أيضا كان صامت مظلم، إلا من خيمة السلطان وأعوان السلطان، كانوا منشغلين بقضية خطيرة. وما عدا ذلك فكان الجنود، ما عدا الحراس الذين في أطراف المعسكر، الجند نائمون يستريحون من تعب وعناء النهار الماضي اللي خاضوا فيه حربا من أشد الحروب في محاولة شق الطريق إلى عكا. وكانوا في نفس الوقت وهم يحاولون شق الطريق، يحاولون أن يحموا أنفسهم من هذا الجيش 250,000 ومن أي التفاف قد يأتيهم من جهة البحر. وكانوا يرون السفن لا تتوقف تأتي من جهة أوروبا. في ذلك اليوم، قبل هذه الليلة التي نتحدث عنها، السلطان صلاح الدين الأيوبي عد بنفسه 70 سفينة وصلت من العصر إلى المغرب فقط لأجل مساندة الجيش النصراني في عكا، بينما هو صلاح الدين في محاولة تثبيت المسلمين وفك الحصار عنهم في عكا لم يأته جيش واحد من كل بلاد المسلمين من أقصى المغرب العربي إلى حدود الصين، تركوه لهذا المصير. ومع ذلك كان صابرا ثابتا. منظر خطير، 250,000 أمامه وما زالت القوات تأتي. هذه القصة أن السلطان عد 70 مركبا يرويها القاضي ابن شداد الذي كان رفيقا للسلطان في هذه المعركة. ويروي ابن شداد أن السلطان وهو ينظر لهذا المنظر، 250,000 أمامه وينظر إلى 70 سفينة في هذه الفترة الوجيزة، يقول: فوالله ما اهتز ولم يتغير ولم يضعف ولم يضطرب ولم يتغير اعتقاده بالله الذي يؤمن أن النصر ليس إلا من عنده سبحانه، ليس من عندنا النصر، وما النصر إلا من عند الله. وكان الناس في شدة التعب، وكان أكثرهم تعبا السلطان نفسه لأنه كان يدير المعركة بنفسه،
وينتقل خلال المعركة، وكان أحيانا يتقدم الصفوف بنفسه يعرض روحه للمهالك، ثم إذا جاء المساء وارتاح الناس ما كان ينام، كان يجتمع مع قادة المعسكر لترتيب الخطط في اليوم التالي وترتيب أمورهم حتى لا يغدر بهم من خلفهم، فيقاتل نهارا ويبيت الليل ساهرا يدبر أمور المسلمين، لا يبالي براحة ولا يبالي بصحة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. بينما السلطان في انشغاله هذا، كانت أحداث أمر ثالث تحدث بالإضافة لأحداث خيمة هيلين أو هيلانة وأحداث خيمة السلطان. كان هناك رجلان يتقدمان في الظلام، اثنان من المسلمين استطاع التسلل إلى مخيم الكفار، ودخل داخل المخيم بكل خفة ونشاط، وكانوا لصان، كانا لصان، تابا وانضم إلى الجهاد. شوفوا سبحان الله لما يهدي الله عز وجل بعض الناس، فهؤلاء لصوص حرامية متعودين على السرقة، الله سبحانه وتعالى هداهم وصاروا مع جيش السلطان. استطاع هذان اللصان أن يتسللا إلى داخل جيش النصرانية الصليبية ويدخلوا في خيامهم بدون أن يحس بهما أحد لخبرتهم في اللصوصية، واستطاع أن يسرق من مخيم النصارى ورجع إلى مخيم المسلمين، وأخذوا هذه الغنيمة الثمينة التي أخذاها من معسكر الكفار، وأحدهم يعني ضمها إلى صدره، غنيمة غالية جدا، ولفها وأخذها وانطلق يمسكها بيد والسيف باليد الأخرى خشية أن يفاجئه حارس أو يفاجئه كمين، وظلوا في هذه الصورة حتى استطاع الخروج من معسكر الكفار بكل هدوء وتسلل بدون ما يشعر بهما أحد. يعني تخيل القدرة بعض اللصوص، يعني شيء عجيب من القدرات، تسلل من جيش المسلمين وخرج، وتسلل إلى داخل جيش الكفار وسرق وخرج من معسكر الكفار، والآن دخل في معسكر المسلمين دون أن يراهم أحد، ووصل إلى خيمتهما فرحان بهذه الغنيمة العظيمة التي أخذاها، ووضع سيفاهما وجلس يرتاحان، وبدأ الحديث بينهما، فقال أحدهما للآخر: ماذا سيقول لنا السلطان؟ هل تراه يرضى عنا؟ قال: والله يا أخي أنت، يعني إحنا لو سرقنا شيء آخر يمكن يرضى عنا، لكن اللي سرقناه ما أدري، قد أوصانا السلطان ألا نتعرض للنساء والأطفال، ولا نمس العزل بسوء، وندع القساوسة ولا نؤذيهم، ولا نسرق إلا المحاربين والجند، يعني هذا يجوز سرقتهم، أما غيرهم سيكره السلطان ما فعلنا، وسيكون أظن غضبه علينا أضعاف ذلك اليوم الذي رضى فيه عنا. قال: أي يوم تقصد؟ قال: تتذكر ذاك اليوم، يعني هذين اللصين عجيبين، قال: تتذكر كل يوم يعملان عملية سرقة، كل يوم يسرقان من معسكر الكفار، فقال: تتذكر ذلك اليوم اللي سرقنا فيه أحد القادة من فراشه، دخلوا المعسكر ووصلوا إلى خيمة أحد قادة الكفار وربطوه وكمموا فمه وهو نائم، وحملوه وانطلقوا به إلى معسكر المسلمين من بين الكفار، جاءوا به إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. فتعجب السلطان: من يفعل هذا؟ فرضى عنا، يعني قائد من القادة يؤسر بهذه الطريقة شيء عجيب. فكافأهما مكافأة عظيمة، قال: ترى يكافئنا؟ قال: يا رجل، والله أنا خائف أن السلطان يغضب علينا، يعني أنت ما فكرت وأنا ما فكرت، يعني ما وجدنا إلا طفل نسرقه. واحد منهم بدأ يقول: ولو سرقنا طفلا، هؤلاء مجرمون، هؤلاء أعداء، بعدين هم، احنا ما فعلنا هذا إلا لما جاءت الأخبار، النصارى ردا على سرقة قائدهم سرقوا بعض أطفال المسلمين وروعوا نساء المسلمين، فأحببت أن أؤدبهم فسرقت الطفل، ولو أننا صبرنا عليهم وتركناهم وترفعنا عنهم، هم يسرقون أطفالنا ونحن لا نسرق أطفالهم، لا أوغلوا في عدوانهم في الإثم وازدادوا في سرقة أطفالنا، فأردت أن أؤدبهم، ما نتركهم يسرقون أطفالنا، سيعرفون أن لو سرقوا أطفالنا نسرق أطفالهم، حتى يتوقفوا عن سرقة الأطفال سرقت طفلهم. قال: يعني تعتقد أن السلطان سيرضى عن هذه الحجة؟ قال: والله ما أدري، بس إن شاء الله يرضى، وأنا أقول لك رأي، تعال نذهب إلى السلطان ونخبره بما فعلنا ونشوف أوامره، إذا يريدنا نرجع الطفل رجعة، وإذا يعني رأى أن هذا فيه تأديب للنصارى لأنهم سرقوا أطفالنا الأمر إليه. قال: والله رأي جيد. فقرر الرجلان أن يذهبا إلى السلطان.
في هذه الأثناء جاءت أخبار رهيبة جدا إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي تنبئ بخطر ثالث عظيم. خطر الأول الجيش النصراني 250,000 الذي يحاصر عكا، والخطر الثاني السفن التي تأتي بالقوات من أوروبا إلى ميناء عكا. والآن يأتي خبر ثالث عظيم للسلطان محمد الفاتح. فتشكلت عندنا في ضمن هذه القصة ثلاث قصص: قصة هيلانة في مخيم الكفار، وقصة اللصين اللذين سرقا طفلا، وقصة الخبر المريع الذي جاء للسلطان. نرجع إلى اللصين. قام اللصان وأخذ يسيران في هذه البقاع في فلسطين في التلال الخضراء المعشبة، هم داخل معسكر صلاح الدين، وسار حتى وصل إلى خيمة السلطان، وإذ بالخيمة مضاءة وعرف أنه لم ينم، فوقف ينتظران الإذن حتى يخبراه بالخبر أنهما سرقا طفلا. ما أوامر السلطان؟ هل سيرجع الطفل أم أوامر أنه سيؤدب النصارى وإذا عدت أطفالنا نعيد أطفالهم؟ ماذا سيفعل السلطان؟ تبادل أسرى من الأطفال؟ ماذا سيقرر السلطان؟ وقف الرجلان أمام خيمة السلطان وإذ يسمعان حركة، وإذ برسول طلب الإذن على السلطان، وإذ بالحرس يسترحمونه. يا رجل، السلطان متعب، ما نام لا في ليل ولا في نهار، اتركه يرتاح، تعال في الصباح. فقال الآن اللصان يسمعان، مختبئان يسمعان، فقال أني أحمل رسالة خطيرة مستعجلة لا يجوز تأخيرها. فدخل الحارس إلى السلطان فأخبره، فرجع بسرعة قال تعال. يروي القاضي ابن شداد أنه كان موجودا وأخبر فيما بعد ماذا حدث. خرج الرسول على عجل، وخرج ابن شداد وأمر الحرس بدعوة القادة. إذن واضح أن هناك مشكلة خطيرة عسكرية قد حدثت، وهم جاء لمشاورة السلطان في أمر الطفل. السلطان لن ينتفت إليهم الآن، في شيء أعظم وأكبر. وفعلا جاء قادة الجيش فتجمعوا عند خيمة السلطان. يروي بن شداد يروي فيما بعد الخبر المريع. الآن جيش النصارى 250,000 يحاصر عكا من البر، والسفن النصرانية تحاصر عكا من البحر، والأمل الوحيد لعكا هو في جيش صلاح الدين اللي تعداده فقط 12,000. الآن جاءت الأخبار أن جيش الصليبيين الألمان قد وصل برا في طريقه من الشمال متجه نحو عكا من وراء جيش صلاح الدين في عدد هائل، وأن كل جيوش المسلمين التي في الشمال والقلاع التي في الشمال لم تستطع أن توقفه، فهو الآن في طريقه، وسيكون جيش السلطان محصور بين الجيش الذي يحاصر عكا. تخيلوا الآن المشهد: عكا، حولها جيش النصارى، بعده جيش صلاح الدين، والآن وراء جيش صلاح الدين سيأتي جيش الألمان. فسيكون جيش صلاح الدين الآن بين فكي كماشة كما يقولون. أمر خطير في منتهى الخطورة، لابد من ترتيب أمورهم. يعني هم الآن لن يستطيعوا إنقاذ عكا إذا لم ينقذوا أنفسهم هم. فما الحل وما العمل؟ هل يتركوا عكا ويذهبوا لمواجهة الجيش الألماني؟ وما مصير أهل عكا؟ ولو صبروا سيكونوا بين الجيش النصراني الذي يحاصر عكا وجيش الألمان. في منتهى الخطورة هذه الأوضاع. وتجمع القادة والكل من الأبطال، من المؤمنين، من المجاهدين، من الفاتحين الذين انتصروا في حطين وانتصروا في القدس. لكن صلاح الدين وكل قادة صلاح الدين لم يمر عليهم في حياتهم في تاريخهم وضع أخطر من هذا الوضع الذي هم فيه. هؤلاء القادة اضطربوا لهذا الخبر، خطر لم يتوقعه أحد. كانوا أبطالا، ما كانوا من الجبناء، كانوا أبطالا، كانوا سادة القتال، وكانوا من أهل الإيمان الذين انتصروا بإيمانهم في حطين وفي غيرها. لكن هذا أمر فوق طاقة البشر كما يقولون، والمسألة تحتاج إلى تدبير، ولا يوجد رأي. إذا تركوا مكانهم لمواجهة الألمان ضاعت عكا، وإذا بقوا مكانهم ضاعوهم. فهنا اختلفت الآراء. قسم مصر على أن يبقوا في مكانهم، وقسم مصر قال لله أهل عكا، يعني الله سبحانه وتعالى يساعدهم، دعونا نساعد أنفسنا حتى نساعدهم، فلا بد من مواجهة الألمان قبل أن يصلوا.
وقبل أن يحتلوا كل فلسطين ونحن واقفين في مكاننا ننتظرهم. واختلف الناس وانقسموا، كلا الرأيين وجيه والخطر جسيم والخطر كبير. فغاضت الحماسة في النفوس، وإن كانت ما زالت كامنة موجودة. وسكت القادة يفكر الجميع لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى حل آخر. فلما سكت الجميع ولم يأتوا أحد برأي آخر، تنفس السلطان ثم قال للجميع انصرفوا، فكروا، ما زال في وقت لمجيء جيش الألمان، دعونا نفكر. وبقى السلطان وحده معه القاضي. ذهب القادة ليرتاحوا ويناموا لأجل مواجهة المعركة في اليوم التالي. أما السلطان الذي يحمل هم المسلمين، شوفوا هذا الحاكم اللي ما يحمل هم نفسه وشهواته ومتعته وسيارات أولاده، هذا الحاكم الذي يفكر في أمته ما نام. يقول القاضي ابن شداد جلس يدبر أمره ويرسم خطط القتال وهو مهموم وعليه آثار التعب وآثار النعاس، ما نام أيام ما نام. يقول ابن شداد قاضي المسلمين الذي كان مع الجيش، يقول وأنا أنظر إليه ليس معنا ثالث إلا الله، فسألته أن ينام ساعة فيستريح، فقام من مكانه وقال اذهب لتنام. يقول فخرجت إلى خيمتي، يقول فظللت أفكر حتى أذن الصبح، وجلست أفكر في الحال هذا، ثم توضأت وذهبت إلى الصلاة. يقول فوجدت السلطان يمرر الماء على أطرافه، كنت ذاهب لأيقظه وإذ هو صاحي، فقلت له ما أخذني النوم؟ فقال السلطان قد علمت. قال كيف عرفت أني ما أخذني النوم؟ قال لأني أنا ما نمت. كيف تنام أنت؟ إذا أنا عندي هم المسلمين أنت أيضا من الناس الذين عندك هم المسلمين. بعض الناس عنده هم من شدة الهم بقضايا المسلمين ما ينام. يقول فدخلنا بصلاة الفجر وصلينا وجلسنا نفكر في هذه الشدة التي جاءت علينا، واللصان واقفان صلى مع الناس ينتظران فرصة لكن يفكران كيف سيفعلان، والأمر واضح أن فيه توتر شديد. يقول فوقع في نفسي أمر، فجئت إلى السلطان فقلت يا سلطان المسلمين وقع في نفسي أمرا أظنه مفيدا إن شاء الله. فقال السلطان ما هو؟ قال أخلد إلى الله، أنب إلى الله، كثر جرعة الدعاء. يعني أنت الحمد لله تصلي وتدعو لكن كثر جرعة الدعاء. قال نحن ندعو، هل في مزيد نفعله؟ قال نعم. قال ماذا؟ فقال القاضي اليوم يوم جمعة، أرى أن يغتسل مولانا السلطان وأن يصلي صلاة لله خاشعة، وأن يتصدق بصدقة خفية يعطيها لمن يثق به أن لا ينشر سره، ثم ينصرف بعد الصلاة إلى الدعاء. وأوصيك أن تقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخيب من يلتجئ إليه. بينما القاضي في حديثه مع السلطان وإذ بصراخ امرأة، يقطع حديث القاضي مع السلطان ويقطع تسلسل هذه القصة. امرأة سافرة تصرخ بالفرنسية قد أقبلت تريد السلطان صلاح الدين الأيوبي. فقطع القاضي حديثه وقطع السلطان حديثه يسألها ما خطبها. هذه المرأة هي هيلانة، سبحان الله، بعد فجيعتها بمقتل زوجها عدة أيام طار منها النوم، في تلك الليلة نامت وإذ باللصان سبحان الله من بين كل المعسكر يسرقان لويس الصغير طفلها. فلما استيقظت مع الفجر وإذ بولدها مفقود، فصارت كالمجنونة، فقدت زوجها والآن تفقد ولدها، فأخذت تركض في الأرض على غير هدى، بدأت تسأل كل من في المعسكر النصراني، هل من وجد ولدها؟ هل من رأى ولدها؟ أين ذهب ولدي؟ ماذا أفعل؟ ساعدوني، هل مات؟ هل قتل؟ فجاءتها الأخبار التي لم تكن تود تسمعها، جاءتها الأخبار أن الاحتمال الأكبر أن يكون سرقه اللصوص المسلمون، ردا على سرقة اللصوص الكفار لأطفال المسلمين. فخلاص طار صوابها، ابنها في يد المسلمين،
هؤلاء أكلت لحوم البشر الذين دنسوا مقدسات المسيح، راح ولدها، راحت لقادة الجيش قالت ساعدوني، قالوا ما نقدر نسوي شيء، فتركت جيش الكفار وانطلقت نحو جيش المسلمين، ووصلت إلى خيمة بعض القادة المسلمين، فسقطت على أرجلهم تقبلها وهي تولول وتصيح، ما فهموا لغتها ولا يدروا ما تقول، فطلبوا مترجما، فترجم هذا المترجم لها أن ابنها فقد، وهي تتوقع أن يكون في جيش المسلمين. فاستغربوا قالوا احنا ما عندنا أطفال مسروقين، الآن ما حد يعرف خبر أن في طفل مسروق إلا اللصين اللذين سرقاه، فقط اللصين اللذين سرقاهم الذين يعرفان خبره، ولم يخبر إلى الآن صلاح الدين طبعا، وبالتالي الجيش ما يعرف عن الخبر. فبدأوا يحدثونها، قال يا امرأة ما عندنا، احنا أصلا من ديننا ممنوع نسرق أطفال، وما عندنا، نحن قادة الجيش ما في أطفال سرقوا. فبالغت في البكاء والتوسل، أرجوكم فتشوا عن طفلي، أرجوكم اسألوا الجيش، أرجوكم. سبحان الله، يعني فقدان الزوج ثم فقدان الطفل. فأحد القادة شهم شريف فارس نبيل قال لها هذا الذي عندنا، لكن تعالي أخذك إلى صلاح الدين، صلاح الدين ممكن أن يصدر قرار بتفتيش كل المخيم، إذا ولدك عندنا سيخرج. ففرحت، قالت بس صلاح الدين أخاف أنه ما يسمع لك. قال صلاح الدين، هي طبعا تعرف صلاح الدين هكذا يصور لهم، صلاح الدين بشع المنظر يأكل اللحوم البشر، هكذا في كتبهم على فكرة يعني. فهي قالت انت ابحث لي عنه، ما بي صلاح الدين. قال لها ما أستطيع أن أعمم على كل المعسكر، الوحيد هو صلاح الدين، وهو شهم شريف فارس نبيل تقي ورع. فالمرأة مفجوعة أصلا، فذهب بها في اتجاهها إلى صلاح الدين. في الطريق بدأ يحدثها، قالت لا متأكد صلاح الدين لن يقتل ابني مقابل الأطفال الذين سرقوا. قال هاي امرأة يقتل ابنك، جننتي أنت، صلاح الدين في إحدى معاركنا قبض على قائد الحملة الفرنسية التي قتلت المسلمين، وصار هذا القائد بين يديه وانتظر القتل، جاءه صلاح الدين قال ما ترى؟ قال ما أرى إلا القتل، يريد العزة، فأمر بإطلاقه وأمر بإعطاء أفضل الملابس وأعطى هدايا وسيره إلى دمشق معززا مكرما. القائد لما رأى هذه الصورة عجز عن شكره ولم يستطع أن يرفع بصره إليه، هذا صلاح الدين. قالت معقول، معقول هذا الرجل الذي يحدثون عنه بهذه الصورة، أخشى أنك تخدعني. قال تعالي وكلميه بنفسك. فسيروا المرأة مع هذا القائد إلى صلاح الدين، وبدأ القائد يمشي وهي تمشي معه بسرعة، من شدة التعب تسقط وتمشي وتتحامل على نفسها كأنها تريد أن تقطع كل الطريق بوثبة واحدة، سبحان الله ضعفها بعد هذا التعب كله، ولا تريد أن ترتاح، خشية أن يصيب ابنها الشر. شوفوا سبحان الله رحمة الأم على ولدها لا تقارن بشيء. وسارت مع هذا القائد متحيرة، هل تصدق أم تصدق الأخبار التي تعرفها عن صلاح الدين؟ كلما تصورت فرحها بلقاء طفلها أسرعت، وكلما فكرت بوصف صلاح الدين كما يصفه الرهبان لها لطمت وجهها وبدأت تبكي. ثم يعاودها الأمل بكلام هذا القائد أن صلاح الدين رحيم وأنه سيعاونها، فهي بين الخوف والرجاء تنطلق في طريقها إلى صلاح الدين. ففي الطريق قال لها القائد اللي معها، قال لها أنا عندي رأي قبل ما نذهب إلى صلاح الدين. قالت ما هو؟ قال عندنا معسكر لأسرى النصارى، فيمكن ولدك بالخطأ وبأي صورة أخذ، فموجود في المعسكر، فدعينا نذهب إلى المعسكر نرى إذا كان فيه طفل، وإذا ما في طفل نكمل طريقنا إلى صلاح الدين. قالت يلا. فانطلقت يحدوها الأمل ومعها الألم على الزوج الذي قتل والطفل الذي سرق. وصلوا إلى معسكر الأسرى، فبدأت تنادي في جند الذين يحمون المعسكر، تخاطبهم بالفرنسية، ابني أيها الجند ردوها علي، لماذا تمسكون، لماذا تعذبون امرأة مسكينة، لماذا تأخذون طفل صغير لن يفعل شيئا، هل قتلتموه؟ هؤلاء ما يفهمون ما تقول. القائد معه مترجم كان، فقال لا ما تقول، فأخبره، قال لها انتظري يا امرأة. سألها أول شيء، قال من ابنك، ما اسمه؟ قالت اسمه لويس، وأنا أمه اسمي هيلان. دخل معها إلى الحرس الذين داخل المعسكر، الآن النصارى الموجودين الأسرى بدأوا ينظرون، واحدة نصرانية دخلت المعسكر مستغربين. القائد سأل قادة المعسكر هل يوجد طفل في المعسكر؟ قالوا لا، كيف يكون طفل في المعسكر؟
معسكر كله من المقاتلين. احنا ما ناسر حتى قسيس ولا عابد ولا شيخ كبير، ما ناسر هؤلاء، انت تعرف هذا. قال انا اعرف بس من باب التاكد. امتاكدون ما في طفل في المعسكر؟ فقالوا ما في طفل في المعسكر ايها القائد. عندها قال لها تعالي. هنا خرجوا بسرعه في التوجه نحو خيمه السلطان، واسرع نحو خيمه السلطان. في هذه الاثناء اسرى النصارى كان تحدث بينهم احداث ساحدثكم بها بعد قليل. وصل القائد مع هيلانه الى خيمه السلطان وطلب الاذن، لكن السلطان مشغول بقضيه الالمان الذين سياتون، فاصر. فقال للقاضي اخرج انظر ماذا يريدون. فخرج القاضي قال في طفل مفقود. قال يا رجل عندنا جيش امامنا، جيش سياتينا، انتظر نحن في شغل، انتظري ساعه. فبدات المراه تبكي وتتوسل، اخاف ان يصيب ابني سوء، ساعه يمكن تكون الفرق بين الحياه والموت. قال لها القاضي السلطان مجتمع مع قادة الجيش الآن. بدأت تتوسل فنزلت على قدمي، بدأت تقبل القدمين، أرجوك أرجوك أن تنقذ ابني، أرجوك أن تبحثوا عن ابني. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث تحدث عند خيمة السلطان، في معسكر الأسرى أسير كان في طرف المخيم في أقصى المعسكر، رأى هذه المرأة فوجف قلبه وبصره تعلق بها. فلما خرجت بسرعة بدأ يجري وراها يريد أن يتأكد، وجوانحة كالبركان، ثم بدأ يصرخ صراخ الوحش الكليم، أريد أن أرى هذه المرأة، أوقفوها. جند المعسكر أمسكوه يريد أن يخرج من المعسكر. الأسرى الآخرين بدأوا يهدئونه، ما لك يا رجل؟ فبدأ يصرخ أريد أن أرى هذه المرأة، أرجوكم أرجوكم اسمحوا لي أن أرى هذه المرأة، أريد أن أعرف من هي، أريد أن أتأكد. فهنا قائد الحراس جاءه الخبر أن في أسير يصرخ بطريقة مجنونة، فجاء وطلب المترجم يترجم له. قال مالك؟ قال هذه المرأة أظني أعرفها وأريد أن أحدثها، بس اسمحوا لي بس أكلمها أتأكد منها. فرق عليه قائد الحرس فأرسل معه حرس يأخذون وراء المرأة. سأل أين ذهبت؟ قالوا اتجهت في اتجاه مجلس السلطان. فالآن اللصوص عند باب السلطان، والمرأة عند باب السلطان، وهذا الأسير سيأتي إلى باب السلطان، والسلطان مشغول بقضية جيش الألمان الذي سيأتي. القاضي لما نزلت المرأة بهذه الصورة وقبلت قدماه رق لها، فدخل فأخبر السلطان. السلطان فورا أرسل قال أعلنوا من وجد طفلا. خرج الحارس وقال للحراس الموجودين أعلنوا في المعسكر من وجد طفلا. فصرخ اللصان قال عندنا الطفل. المرأة ما تدري، ما تعرف لغتهم، فأمر الحرس اللصان أن يدخل إلى السلطان ومعهم الطفل، فعنفهما تعنيفا نحن نسرق أطفال. قال سرقوا أطفالنا. قالوا ولو سرقوا أطفالنا لا نعاملهم بالمثل. ثم أمر بالمرأة أن تدخل فأعطاها الطفل. قال هذا طفلك؟ فتعجبت من هذا؟ قالت هذا السلطان صلاح الدين. قال صلاح الدين الذي يأكل لحوم البشر يعطيني طفلي؟ فنزلت إلى قدمي تقبلها وتجثو بين يديه وهي تحتضن طفلها وتقبل الطفل، أنقذت طفلها. وإذ بهذه الأثناء الأسير وصل، فاستأذنوا على السلطان. السلطان متعجب من هذه الأحداث، قال ما لكم؟ قالوا أسير يريد أن يرى هذه المرأة. قال أدخلوه. فلما دخل رآه الطفل فصرخ بابا. المرأة ما صدقت ولدها يصرخ بابا، فالتفتت فإذا زوجها لويس الذي قد جاء الخبر أنه قد قتل حي أمامها، فقفزت من مكانها واحتضنته وعانقته. فالسلطان أشاح بوجهه وتركهم في هذا المشهد يتعانقان، فرح بهذا الحدث العجيب الذي يحدث أمامها، امرأة تجد زوجها وتجد ابنها، أي سعادة ستكون للمرأة. فالتفتت تشكر السلطان وتسجد له وتركع وتقبل. أمر المترجم أن يقال والله ما فعلت إلا ما أمرنا به ديننا. قال أنت دينك يأمرك بهذا؟ احنا نعرف دينك دين القسوة وكذا. قال يا امرأة، بدأ يحدثها عن دين السلام ودين الرحمة ودين الإنسانية، ويحدثها ماذا فعل النصارى في القدس لما فتحوها وقتلوا 70,000، وأنهم كيف أنها من حقها أن تذهب تصلي في القدس وترى بعينها. سألت زوجها هل حقا هذه الأخبار؟ فقال صدق، كل الأخبار جاءتنا، كل الذين شاركوا في المعارك السابقة يشهدون بهذا. فقالت للسلطان حدثني كيف أدخل في دينك. فجاء القاضي والمترجم يترجم له فعلمها.
زوجها لما رأى انشراح زوجته للإسلام قال وأنا أريد أن أدخل في هذا الدين، فدخلت هيلانة ودخل لويس في دين الإسلام وانضم إلى جيش صلاح الدين بعد هذا الأسى الذي كانوا فيه. هذه حضارتنا وهذه حضارتهم، هذه عظمة الإسلام. أما أحداث صلاح الدين فلها قصة أخرى. أرجو أن تكونوا انتفعتم بهذه القصة. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.